اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الافاضل، رجعنا وياكم بحلقه جديده من برنامج اصل الاشياء. حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي بها عن اصل مطرقه القاضي. خلال جلسات المحكمه نشوف القاضي وبجانبه مطرقه يستخدمها لما تصير فوضى بالقاعه، لكن شنو اصل استخدامها؟ قصتنا صارت بعام 1480، بهذه السنه بالتحديد وبموجب القانون الانجليزي العام تم تعيين القضاة وما كانت عندهم مؤهلات باستثناء اثنين منهم. بهذه الفترة فرضت المحاكم الغرامات على كثير من القضايا وبطرق مختلفة، منها غرامات نقدية ومنها غرامات غير نقدية، وكانوا يسموها الجزية غير النقدية. وطبعا جافيل وجانج هامر هو الاسم الإنجليزي المعروف بمطرقة القاضي حاليا. الغرامات غير النقدية مشاهدينا شملت الماشية والأرض والأغنام والصوف وغيرها، وكان القضاة يستخدمون أجزاء من الأشجار للضرب على المقعد لما يصدرون الحكم بدفع جزية غير نقدية، وبعد التفاوض بها يصدر القرار بقبول أو رفض القاضي للتفاوض فيضرب المقعد مرة أخرى، ويظل الأمر هالشكل لحد ما يصدر الحكم النهائي. تطور الأمر بعدين فتم استخدام المطرقة بدل من الأشجار والضرب بها فقط لإعلان الحكم النهائي للغرامة. البعض يقول أنه استخدام المطرقة بدأ بالفعل بهذه المحاكم، لكن لما تنفرض غرامة نقدية فقط. بهذه الحالة يجي الشخص المطلوب منه دفع الغرامات بطلب تقديم ماشية أو أرض أو أي ممتلكات بدلا من المال، ويبدأ القاضي بتقييم الممتلكات غير النقدية ويطلب المزيد لحد ما تتساوى مع القيمة المطلوبة نقديا، ولما يوصل للقيمة المطلوبة يضرب القاضي بالمطرقة. أما خارج المحكمة فتم استخدام المطرقة على يد الرئيس الأمريكي جون أدامز كنداء لإصدار الأمر بأول مجلس شيوخ لما كان نائب به، ومن ذاك الوقت ظل من المعتاد الضرب بالمطرقة للإشارة على افتتاح جلسة أو اختتامها، ويستخدم أيضا للحفاظ على الهدوء ونظام الاجتماعات حاليا، ويتم استخدام المطرقة أيضا بجميع أنحاء العالم بالمزادات أو للفت الانتباه أو لتقسيم الأحكام والإعلانات، وهو طبعا رمز للسلطة والحق بالتصرف. وغالبا ما يتم الضرب على سطح من خشب الصلب حتى يكون الصوت أكثر وضوح. من أهم المميزات لمطرقة القاضي بالمحكمة هو صوتها المميز اللي يعبر عن إرادة القاضي بعدة أمور راح أحكي لكم إياها هسا. طبعا أولها الإعلان عن بدء المرافعة وعلى الجميع الالتزام بالسكوت. ثانيا ممكن يستخدمها للتنبيه بعدم السماح بالكلام إلا بإذن القاضي أو رئيسها. ثالثا يستخدمها للتنبيه بعدم التطرق لأمور ما لها علاقة بموضوع النزاع. ممكن بالنقطة الرابعة يستخدمها للتنبيه بعدم المناقشة بين المتخاصمين أو بين موكليهم إلا بإذن من قاضي المحكمة. خامسا تستخدم للتنبيه بعدم مقاطعة الخصم أثناء المرافعة إلا بإذن قاضي المحكمة وبعد الانتهاء من أقواله وتقديم لوائحه ودفعاته. سادسا تستخدم للتنبيه بعدم الاستعانة بأحد من الحاضرين إلا بعد الاستئذان من قاضي المحكمة مع شرح السبب. سابعا تعني أيضا ختام المرافعة والإعلان عن الحكم في موضوع الدعوى. وبالتالي على كل من يعني الأمر من اللي يحضرون جلسات المحكمة الانصياع إلى صوت مطرقة قاضي المحكمة بكل اهتمام وتقدير، لأنها من الأدوات المهمة للمحافظة على تحقيق الهدوء وعلى نظام جلسات المرافعات للمحكمة على اختلاف أنواعها واختصاصاتها القانونية. طبعا هنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أصل الأشياء. يا ترى لو كنت قاضي شنو راح تحكم؟ وهم راح يكون صوت المطرقة هو الحكم النهائي؟ مع السلامة.